جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما أكون صائمة أزور بعض الأصدقاء فيعرضون علي المأكل أو المشرب، وأحيانا أجاملهم وأفطر، وأحيانا لا أتناول شيئا ولا أبدي لهم السبب ولا أقول إني صائمة، فما هو الطريق الصحيح في مثل هذا جزاكم الله خيرا؟ الصيام إذا كان تطوعا فإنه يجوز لصاحبه أن يفطر، لا سيما إذا دعاه أخوه فإنه يجيب الدعوة، فإن شاء أفطر وتناول من الطعام طعام الدعوة، وإن شاء استمر على صيامه ويدعو لهم، يدعو لأهل الدعوة وينصرف ويخبرهم أنه صائم، لا بأس بذلك من أجل أن تطيب خواطرهم ويعلموا عذره، وليس في هذا رياء والحمد لله. الحمد لله، لأنه لا يقصد بذلك الرياء، وإنما قصد تطيب خواطرهم وبيان العذر الذي من أجله لم يأكل من طعامهم. نعم.